احنا عملنا مسؤولين عن صيانه خزانات الكهرباء بالمدينه. بهذا المركز جانا برقيه قاطع محروق مثل ما شايفه، هلا عم نضطر نشتغل فيه، بدنا نفك القاطع ونركب قاطع جديد لتامين الكهرباء للمواطنين. حاليا نحن في شارع دف الشوك الرئيسي جنب مركز تحويل الزهور 16، مسبق صنع استطاعت المركز تحويل 630 كافئة. حاليا ورد لان من مكتب طوارئ الزاهره برقيه تفيد باحتراق قاطع الرئيسي في مركز التحويل. بناء عليه تم اجراء الكشف، وحاليا تقوم الورشه باعمال استبدال القاطع. في احمال مرتفعه خلال ساعات التغذيه الكهربائيه على المواطنين. هلا المواطن حقه بشكل طبيعي ياخذ الكهرباء، حقه الطبيعي يستثمر الكهرباء بالطريقه اللي بده اياها. فنحن في عندنا احتراق قاطع في نسبه تحميل من الاهالي، فانا ما في لوم المواطن اذا استهلك، حقه ياخذ الكهرباء بشكل طبيعي.